يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قمة مصرية أردنية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وكان العاهل الأردني قد وصل قبل قليل إلى مطار القاهرة حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات قمة بعد قليل. We'll be right back.